بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وتمد حلمك للسفيه مداريا حتى يضيق بعرضك السفهاء، في كل نفس من سطاك مهابة ولكل نفس في نداك رجاء. نتحدث اليوم في برنامجكم مشاهدينا الكرام سيد الأخلاق، الذي نرحب فيه معكم وبكم، لنستعرض ونقف مع بعض خصاله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نتحدث اليوم عن خلق قال فيه صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه لما جاءه، قال له: إن فيك لخصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. سنتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم الحليم، الذي أدبه ربه وأرشده ربه فقال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سنقف بعض وقفات نستعرض فيها بعض عفوه وبعض حلمه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة، فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت أي الصحفة. وهذا الحديث يرويه البخاري. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أعظم مكان يتجلى فيه حلمك بيتك، حيث لا مراقب ولا معارض ولا منتقد، فأنت السيد في البيت. وهنا يتجلى أمرك ويتجلى مقدار تحليك بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في مجلس عام ومع أصحابه، وهو من هو في مكانته وقدره. ماذا لو كنا في مكانه، بمكانتك بين قومك، بين أصدقائك، بين من تعرف، وتأتي زوجتك فتحمل الطعام وتضربه على الأرض في وجهك، فكيف يتعامل وهو قادر على أن يفعل؟ الحلم هو أن تعفو وأنت قادر، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء. هكذا وصف شوقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، وقد كان أنس غلاما وخادما له، فقلت: والله لا أذهب، طفل صغير، والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي، قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. مع غلامه وخادمه الذي بعثه لبعض حاجته، وما بعثه إلا وهو محتاج لما بعثه إليه، ويمر الوقت ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق، فيجد وهو قادم لحاجته صلى الله عليه وسلم، فيجد الغلام الذي بعثه يلعب مع الأطفال. أضربه؟ لا. أزجره؟ لا. أعيره؟ لا، بل أمسكه صلى الله عليه وسلم مداعبا
ملاطفا من قفاه وهو يبتسم وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لاطفه بالقول، يقول: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ فما كان جواب أنس إلا أن قال: أذهب يا رسول الله. لم يقل له صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: سألتك أذهبت أم لم تذهب؟ لم يقل له صلى الله عليه وسلم: لا أسألك أذاهب أنت؟ بل أخذه الحلم صلى الله عليه وسلم، وما كان صلى الله عليه وسلم يرضى أن يكون أحد من خلق الله من لدن بعثة آدم إلى أن تقوم الساعة أحسن خلقا منه صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو الذي اجتمع فيه ما تفرق من أخلاق الأنبياء. يقول أنس بن مالك، ونحن نتحدث عن هذه الحادثة التي قد تكون حادثة حال، لكن ما يذكره أنس يبين لنا أنه صلى الله عليه وسلم كان سيد الأخلاق وكان سيد أهل الحلم، ليس في موقف أو اثنين أو ثلاث. فهذا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه يحدثنا فيقول: والله لقد خدمته 9 سنين، وفي رواية أخرى 10 سنين، ما علمته قال لشيء صنعته: لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته: هلا فعلت كذا وكذا. وفي رواية أخرى يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فلم يقل لي صلى الله عليه وسلم كيف ولماذا. غلام صغير لو ضربه لما لمه الناس، لو عنفه لما انتقده الناس. غلام صغير يتعلم يخطئ ويصيب، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه بالحلم، والحلم والرفق والعفو، كما يخبرنا صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فهذا سيد الأخلاق صلى الله عليه وسلم في خلق الحلم. وهذا أنس بن مالك يقص لنا حادثة أخرى وتعدد حلمه صلى الله عليه وسلم في مواقف مختلفة، يدل على أنه تلبس وتطبع صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق، ولم يكن يفعل ذلك إلا سجية وتطبعا جامعا بين السجية والتطبع، لأن الله أمره بذلك: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يروي أنس بن مالك حادثة أخرى في محفل عام، يروي حادثة ذاك الأعرابي الذي يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يرويه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. رواه البخاري واللفظ لمسلم. في هذا الحديث العظيم يتبين لنا مدى حلمه صلى الله عليه وسلم. أعرابي لا يعرف أخلاقيات المدينة، يحتاج أن يقضي حاجته في أي مكان يجده، لأنه بالأصل يعيش خارج المدينة، ولا يوجد عنده مكان يسمى كنيفا أو حماما أو شيئا من هذا القبيل. يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدركه البول فيبول داخل المسجد، فيقوم إليه الصحابة رضي الله عنهم ليعنفوه ويؤدبوه، لأنه فعل فعلا لا يليق، يبول في مسجد ما جعل لهذا الأمر، ومسجد طاهر
يدنسه هذا الرجل، فيقوم القوم إليه فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: دعوه، لا تزرموه، لا تستعجلوه، لا تستعجلوه لئلا يتأذى، ولا تستعجلوه أيضا لئلا يدنس أكثر مما دنس، فإنه لو خاف لربما ذهب ذات اليمين وذات الشمال فألحق بالمسجد نجاسة أكثر. ثم يمسكه صلى الله عليه وسلم ويلطف له القول ويتلطف معه في الكلام ويقول له: يا أخا العرب، ويسبق كلامه بقوله: يا أخي، يا أخا العرب، إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، ويعلمه أعمال المسجد إنما تصلح لذكر الله وتصلح للصلاة وتصلح لما تصلح له. ثم علم الصحابة رضي الله عنهم من خلال هذا الموقف كيف يتعاملون مع هذا الرجل المخطئ، ثم قال له: يا أخ العرب، لا تصلح لهذا. ثم بعد ذلك دعا أصحابه وقال لهم: أدلوا عليه دلوا من ماء أو ذنوبا من ماء. في رواية أخرى: فإنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. وفي رواية أخرى أن هذا الأعرابي رفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا يا أعرابي، رحمة الله تسع الجميع، ورحمة الله وسعت كل شيء، فكيف تحجرها وتحصرها في رجل أو رجلين؟ كيف سيعود هذا الرجل الذي ناله حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه؟ ما الذي سيقوله عن دعوة الإسلام؟ وهي رسالة إليك أخي المصلي، مع أبنائك داخل بيتك يخطئون أحيانا في قراءة القرآن، في التعامل مع المصحف، في التعامل مع الصلاة. هي رسالة إليك لتعلم أبنائك كيف يكون الحلم، لتحببهم في الصلاة لا لتنفرهم فيها. هي رسالة إليك أخي من أكرمك الله بأن تكون من رواد بيت الله تبارك وتعالى، ليكن لك حلم مع ذاك الذي دخل إلى المسجد وهو يلبس لباسا لا يليق، ليكن لك حلم مع ذاك الذي يرتدي الذهب والفضة والحديد بصورة لا تليق به كداعية إلى الله وكمسلم يحمل هذا الدين. مهمتك أن تعلمه لا أن توبخه وتلومه. وهذا أنس بن مالك وقد صحبه حدثنا عن حلمه مرة أخرى فيقول: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. رواه البخاري ومسلم. حادث آخر لا مجال فيه لتكلف الأخلاق، لنعلم من خلاله أنه صلى الله عليه وسلم كان متلبسا بخلق الحياء وخلق الصبر وخلق الصدق وخلق الحلم حقيقة، وكذلك باقي الأخلاق. فهذا وهو يمشي فإذا بأعرابي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجذبه ويجبذه جبذة شديدة من ردائه ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: ومن هو محمد؟ أمير المسلمين، رسول الله في أرضه، يستطيع أن يقول لصحابته: اقطعوا رأسه أو أبعدوه عني. يأخذه هذا الرجل من ردائه ويمسك بتلابيب ردائه
حتى إن كما يقول أنس بن مالك حتى إن صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد تأثرت وأثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته. ثم يقول له: يا محمد مر لي من مال الله، يعني ليس مالك. وفي رواية أخرى يقول له: أعطني فليس المال مالك ولا مال أبيك. فكيف يكون رد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول له: صدقت، إنه مال الله، أنت أخي الموظف، من ولاك الله مسؤولية كائنة ما كانت هذه المسؤولية، ولاك على 10 من الناس أو 100 من الناس أو 1000 أو مليون أو أكثر أو أقل، وأتى إليك فلان ليأخذ حقه وأغلظ في القول، فلا تأخذك العزة بالإثم، واعلم بأن الذي تقدر عليه هناك رب أقدر منك عليك، فالله أقدر منك قدرتك على من تظلم. لذا صلى الله عليه وسلم يعلم أن حلم الله تبارك وتعالى لا يناله إلا الحليم في هذه الدنيا، لا ينال حلمه تبارك وتعالى من تجبر وتكبر وتغطرس وآذى خلق الله تبارك وتعالى. وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدثنا فيقول أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. موقف آخر من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، موقف آخر يتبين لنا فيه حلمه صلى الله عليه وسلم، لا مجال فيه للتصنع ولا مجال فيه للتمثيل، لأن الأمر وصل إلى حد قطع الرقاب. يأتي هذا الأعرابي ويمسك سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم ويلوح به ليقطع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم مهددا قائلا: من يمنعك مني؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم مقولة المعتقد المتيقن المتثبت مما يقول: الله. لأنه علمنا أنه ما من أمر كائنا ما كان هذا الأمر إلا وهو تقدير من عند الله تبارك وتعالى، وأنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك فلن يفعلوا إلا إن أراد الله وأذن الله، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وبهذا رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول هذا الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ من يستطيع أن يمنعني من أن أقطع رأسك؟ فكيف يكون تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وقد استطاع أن يقدر عليه؟ ينادي أصحابه: ولو وكل الأمر إليهم لقطعوا رأسه. يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروع آمنا ويهدد بحمل السلاح، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه عفى عنه. عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قاتله، فهل نعفو عمن أساء إلينا من جار سيء؟ فكيف حلمنا؟ ما إخوان لنا في الطريق ربما رفس رجلك، كيف حلمنا مع أخ لك ربما في الصلاة ربما ضايقك، كيف حلمنا وكيف حلمنا في أبسط الأمور فضلا عن كبارها؟ وهذه عائشة رضي الله عنها تحدثنا فتقول:
أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن أبي ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهو عائد صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد أن آذاه القوم، بعد أن أغروا به سفهاءهم، بعد أن أدموه صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته جحشت ركبته وكسرت رباعيته ووضع سلى جزور على كتفه وأدمي بمغفر، هل دعا عليهم بسوء؟ وهو في هذا الحديث الذي يبين فيه صلى الله عليه وسلم حلمه أشد ما يكون ظاهرا واضحا، ينزل عليه ملك الجبال فيقول له: إن ربك يأمرك أن تأمرني، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا لقومه بخير، إلا أن دعا لأولئك الذين آذوه، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن عفى عن قومه، ودعا الله تبارك وتعالى بأن يخرج من أصلابهم من يوحده، ولو دعا عليهم بشر لما كان ظالما. فالأكبر من ذلك حلمه صلى الله عليه وسلم يتجلى في فتح مكة، أولئك الذين أخرجوه، أولئك الذين آذوه في ولده، أولئك الذين آذوه في عرضه، أولئك الذين آذوه في ماله، أولئك الذين أخرجوه من وطنه، وقد فعلوا ما فعلوا وهم مصرون مستكبرون، يقدر عليهم فيعفو: ما ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أين نحن من حلمه صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من حلمه صلى الله عليه وسلم في أبسط أمورنا، في أصغر شؤوننا؟ أين نحن منه صلى الله عليه وسلم في حلمنا مع صغارنا؟ أين نحن منه صلى الله عليه وسلم في حلمنا مع أزواجنا، مع أهلنا وأقاربنا؟ أين نحن في حلمنا منه صلى الله عليه وسلم مع تلامذتنا، مع عمالنا؟ أسأل الله أن يلبسنا لبوس الأخلاق، أسأله تبارك وتعالى أن يجزي هذا النبي العظيم خير ما جاز نبيا عن أمته. ما ترون أني فاعل بكم؟ وقد فعلتم بي ما فعلتم، قد أخرجتموني، قد آذيتموني، وقد قتلتم من أهلي وأصحابي، وفعلتم ما فعلتم، استوليتم على مالي ودوري وأرضي، أخرجتموني من مكة وأنا خارج منها وألتفت إليها وأقول: والله إنك لا أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ومع ذلك عندما يقدر عليهم يقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء، يقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
بل فوق ذلك كله أنه يكرم أولئك الذين آذوه، ويفتح الله عليه في غزواته فتوحات فيكرمهم ويعطيهم ويقدمهم ويترك آخرين. حلمه صلى الله عليه وسلم لا يتجلى في أنه يعفو، بل يتجلى منه صلى الله عليه وسلم في أنه يكرم من أساء إليه. لا يتجلى في كونه يعفو ولا يعاقب، بل لا يرضى صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون محسنا، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لقد تمثل صلى الله عليه وسلم الأخلاق وحق له قول ربنا تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم كما أحببنا هذا النبي ولم نره، فلا تحرمنا شفاعته ولا تحرمنا صحبته، واجعلنا من أحبابه الذين يشتاق لهم ويشتاقون إليه. ونسأله تبارك وتعالى أن نكون من أصحابه وجلسائه في ذاك اليوم. فقرة ومضات من سيرة العطرة صلى الله عليه وسلم نتحدث عن ميلاد خير من جاء إلى الوجود، ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول الذي وافق سنة 75 و100 لميلاد المسيح على نبينا وعليه السلام، ولدت السيدة آمنة بنت وهب زوجة عبد الله بن المطلب غلاما وسيما مشرق الوجه، وخرجت ثويبة خادمة أبي لهب مشرقة الوجه مناقلة للبشرى، فأعتقها سيدها أبو لهب، وأسرع عبد المطلب إلى بيت عبد الله، ثم خرج حاملا المولود الجديد واحتضنه وأخذه إلى سادة قريش وقال لهم: سيكون لابني هذا شأن عظيم، وسماه محمدا. وجاءت المرضعات من كل قبائل العرب، فلم يرتضي صلى الله عليه وسلم صدرا غير صدر حليمة السعدية التي أخذته معها، وفي رحلتهما معا ومكثه صلى الله عليه وسلم عندها حصل شيء عجيب، وهو حادثة شق الصدر له صلى الله عليه وسلم، حيث أن ملكا جاءه وأضجعه أرضا وشق صدره، وكان إخوته من الرضاعة وغيرهم يشهدون على ذلك، فخشيت حليمة ورجعت به إلى آمنة فقالت لها: لقد خشيت عليه. فقالت: أمن الشيطان خفتي، ليس للشيطان عليه من سبيل، فقد رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور، أضاء لي به قصور الشام، وكان حمله يسيرا، فرجعت به حليمة وأتمت إرضاعه، وبقي على ذلك الحال حتى بلغ 5 سنوات. وفي رحلته وعودته إلى مكة ذهب مع أمه إلى زيارة بيت إلى زيارة قبر والده، فأصابها مرض والتحقت بربها، وعاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتيما في كفالة عمه وجده. وهكذا نشأ هذا الفتى وكانت طفولته صلى الله عليه وسلم.